أشادت معالي السيدة فوزية بنت عبد الله زينب رئيسة مجلس النواب المرسوم الصادر من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتشكيل الوزارة برئاسة صاحب السمو الملكية الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله. وثملت معالي الثقة الملكية التي أولاها جلالته لأعضاء الوزارة بحمل مسؤولية التقدم لمسيرة العمل الوطني، منوهة بتنامي التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بفضل الدعم الذي تحظى به من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء والذي يمثل الحافز لتعزيز المنجزات في الملفات الوطنية المختلفة خاصة الإسكانية والصحية والتعليمية والاقتصادية والبنية التحتية وغيرها. هنأت رئيسة مجلس النواب أعضاء الوزارة بمناسبة تشرفهم بالثقة الملكية السامية وتمنية لهم التوفيق والسداد في أداء عملهم، وأشارت معاليها إلى الجهود الوطنية المخلصة التي بذلها أعضاء مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الخامس وسعيهم المستمر للعطاء والإنجاز عبر التعاون المثمر مع السلطة التنفيذية، متمنية معاليها الاستمرار في هذا النهج الوطني خلال الفصل التشريعي السادس من أجل الارتقاء بأفاق التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بما يدعم عملهما التنسيقي والتكاملي نحو مزيد من الإنجاز.